الله تعالى وبركاته. أحبائي تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، درسنا اليوم في الصرف. سنتعرف اليوم على تصريف الفعل المضارع مع ضمائر المتكلم والمخاطب. نقرأ الجملة: تقلب الجدة قرص الكسرة. نستخرج معا الفعل في هذه الجملة. جيد، الفعل هو تقلب، هو الفعل. ما نوع هذا الفعل من حيث الزمن؟ هل هو فعل ماض أو مضارع؟ تقلب فعل مضارع، هو فعل مضارع. نذكر أن الفعل المضارع هو الفعل، هو كل فعل في التصريف نضيف له الأحرف المضارعة أليت، نضيف له في أوله ألف نور بالنسبة للضمائر المتكلم، التاء بالنسبة لضمائر المخاطب، والياء لضمائر الغائب. جيد أحبائي، أرجع إلى الجملة: تقلب جدة قرص الكسرة. لو كنت أنا مكان الجدة وأتكلم، ماذا أقول؟ تقلب، ماذا أقول؟ أقول أنا، ماذا أقول؟ أنا. جيد، أقلب، أنا أقلب، أنا بنت، يعني أنا هنا ولو كان ولد هو الذي يتكلم، ماذا سيقول؟ رائع، نفس الشيء، سيقول أيضا أنا أقلب. إذا الضمير أنا أستعمله للمؤنث أو للمذكر. من نوع العدد هو مفرد، مفرد. إذا استعمله الضمير أنا عندما يتكلم الشخص سواء كان مفردا مذكرا أو مفرد مؤنث. أو لو كنت مكان جدتي أنا وتلميذة أخرى، أصبحنا اثنتين، ماذا سنقول؟ أي ضمير سنستعمل؟ نحن. جيد، نستعمل نحن. وماذا نقول؟ نحن أنا هي تقلب، أنا أقلب، نحن. جيد، نقلب، استعملنا ضمير نحن في المثنى المؤنث. جيد، ولو كان ولدان ماذا سيقولان؟ نفس الشيء. جيد، سيقولان نحن نقلب أيضا. إذا نحن نستعملها للمثنى سواء كان للمثنى مذكر أو للمثنى
المؤنث. لو كنت الآن أنا ومجموعة من التلميذات أصبحنا جماعة بنات تتحدث، ماذا سنقول؟ جيد، سنقول أيضا نحن نقلب. إذا استعملنا نحن أيضا في جماعة المؤنث. ولو كانت جماعة ذكور ماذا كانوا سيقولون إذا تحدثوا عن أنفسهم؟ سيقولون نحن نقلب. إذا نحن نستعملها للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث، ونستعملها أيضا لجمع إذا كان جمع مذكر أو لجمع المؤنث. أريد في التصريف استعملنا أنا عندما يتحدث مفرد مذكر أو مفرد مؤنث، بينما الضمير نحن نستعمله لنتحدث عن أو إذا تحدث المثنى المذكر أو المثنى المؤنث أو جمع المذكر أو جمع المؤنث. الضمير أنا ونحن هما ضمائر المتكلم، ضمائر المتكلم. عزيزي التلميذ، وأخص بالذكر الذكور، لو تحدثت أنت أو لو كنت مكان جدتي ماذا ستقول؟ وأنت تخاطب زميلك، أنا أخاطبك أنت عزيزي التلميذ، عندما أخاطبك ماذا سأقول لك؟ أي ضمير سأستعمل؟ جيد، أستعمل الضمير أنت. ماذا سأقول لك؟ أنت تقلب. جيد، أنت تقلب، عفوا تقلب. ولو خاطبتك أنت عزيزتي التلميذة ماذا أقول لك؟ أنت ماذا تقلبين؟ أنت نعيد تقلبين. جيد، أنت أنت تقلبين. إذا تقلبين الآن في المضارع، حروف المضارع في أولها وفي آخرها، ماذا أضفنا في آخر الفعل؟ ياء ونون. إذا أنت تقلب هو المفرد المذكر المخاطب. تقلبين هو المفرد مؤنث، المفرد المؤنث أيضا المخاطب. وهنا نلاحظ اختلاف بين المتكلم، أين نستعمل نفس التصريف، بينما في المخاطب المفرد المذكر المخاطب لا أضيف له. تقلب أنت مفرد مؤنث مخاطب، تقلبين بإضافة ياء ونون في آخره. لو خاطبت تلميذان أو تلميذين، عفوا لو
أنتما تقلبانِ، تقلبانِ. ولو خاطبت تلميذتين ماذا أقول لهما؟ جيد، نفس التصريف، أنتما تقلبانِ، أي أن المثنى المذكر والمؤنث المخاطبين نخاطبهما أو نصرفهما بنفس التصريف. إذا أنتما نستعمل الضمير أنتما للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث دائما المخاطب. إذا خاطبت جماعة من التلاميذ في المضارع أقول لهم أنتم ماذا؟ تقلبون. تقلبون نستعملها لجمع المذكر المخاطب. جماعة بنات أخاطبهن أستعمل الضمير أنتن وأقول لهن أو أتكلم معكن بنات أقول لكن أنتن ماذا؟ تقلبن. جيد. تاء حرف المضارع لضمائر المخاطب في الفعل المضارع تقلبنا نضيف نون وهي نون النسوة. تقلبنا هو جمع لجمع المؤنث المخاطب. نأتي أحبائي إلى نموذج تصريف ولنصرف. نصرف الفعل سمع مع ضمائر المتكلم والمخاطب. إذا سنصرف الفعل سمع مع ضمائر المتكلم والمخاطب. لدينا المتكلم المذكر، المتكلم المؤنث، المخاطب المذكر، والمخاطب المؤنث. في هذه القناة سنكتب العدد مفرد، أي إذا كان المتكلم المذكر مفرد، مثنى وجمع. نأتي إلى أول خانة، نعيد الفعل سمع والتصريف يكون في المضارع. نسيت فقط أن أكتبها في المضارع.
المذكر المفرد. أي ضمير سأستعمل؟ هو الضمير أنا. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أقول أنا في المضارع، أنا أسمع. أنا أسمع. المتكلم المؤنث المفرد قلنا أنه نفس الضمير، الضمير أنا. إذا للمتكلم المذكر أو المؤنث ويكون مفردا أستعمل الضمير أنا، أكتبها في الوسط، أستعمل الضمير أنا، أضيف حرف المضارع أسمع. المتكلم المذكر المفرد، ما أي ضمير أستعمل؟ جيد، نحن ماذا نقول؟ نحن نسمع. وإذا كان المتكلم المثنى مؤنثا ماذا أستعمل؟ أستعمل أيضا نحن. نحن نسمع. نحن نسمع. إذا كان المتكلم المذكر جمعا نفس الشيء، أقول نحن نسمع. وإذا كنا جماعة متكلمين إناث أو في المؤنث نستعمل نفس الضمير ونفس التصريف في المضارع. إذا نستعمل الضمير نحن حرف المضارع المناسب للمتكلم في المضارع، نسمع. نسمع. إذا ضميرين في المتكلم، إذا كان مفرد لا يهم الجنس أستعمل الضمير أنا، إذا كان مثنى أو جمع نستعمل نحن. حرف المضارع ألف مع أنا في المضارع، وحرف المضارع نون مع نحن. نأتي إلى ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب نعيدها مع بعض، أنت، أنت، أنتما، أنتم، وأنتم. إذا كان المخاطب مذكر مفرد الضمير المناسب هو، جيد، أنت. أنت الفعل السامع في المضارع. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أنت تسمع. أنت تسمع. إذا كانت التي أخاطبها أنثى ومفرد، أي المخاطب يكون مفردا مؤنثا، أي ضمير؟ جيد، أنت. أنت حرف المضارع دائما، التاء، أنت تسمع، تسمعين. رائع، تسمعين، تسمعين بإضافة ياء ونون في آخره. فعل المضارع تاء المخاطبة للمخاطب المؤنث المفرد في آخره ياء ونون. نأتي إلى المخاطب المذكر في المثنى، أي ضمير؟ أنتما. أنتما ماذا؟ تسمعان. جيد، وهنا لا أكتبها، لن أكتبها حتى نكمل المخاطب المؤنث المثنى. بالتالي أيضا أنتما تسمعان. إذا في المخاطب المثنى لا يهم الجنس، كلاهما يصرفان بنفس الطريقة. الضمير هو أنتما، حرف المضارع، التاء للمخاطب، تسمعان.
أنتما تسمعان. المخاطب المذكر الجمع هو الضمير أنتم. أنتم جيد، تسمعون، تسمعون في آخره واو ونون. المخاطب المؤنث الجمع هو الضمير، استعمل للمخاطب المؤنث الجميع الضمير أنتن. أحبائي ملاحظة صغيرة، أن الشدة عبارة عن حرف تكتب في الكلمات. أنتن تسمعن. عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أوقفوا الفيديو، سجلوا نموذج التصريف على كراس، وإلى هنا تنتهي أو ينتهي درس اليوم، وهو تصريف الفعل المضارع مع ضمائر المتكلم والمخاطب. موعدنا في الحصة الثانية لنقوم بتطبيقات حول